موجز إخباري مباشرة من قناة السابعة، أهلا بكم. عين رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح أمس السبت أونيسي خليفة مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلافا للعميد عبد القادر قارة بوهدبة الذي أنهيت مهامه. وتجدر الإشارة أن بوهدبة تولى المنصب يوم 13 من فبراير خلافا للعقيد مصطفى الهبيري أياما قبل بداية الحراك الشعبي. خصصت ولاية الجزائر مبلغ 30 مليار سنتيم من أجل توفير المنحة المدرسية ل 100 ألف تلميذ معوز. تم الشروع في دفع لمستحقاتها ومنح مبلغ 3000 لكل تلميذ معوز حسب ما أفاد به بيان لمصالح ولاية الجزائر. وأوضح البيان أن الولاية استفادت من إعانة موجهة لتحسين نوعية الوجبات الغذائية بالمدارس الابتدائية قدرها 78 مليار سنتيم مقدمة من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية، بالإضافة إلى 216 حافلة نقل مدرسي سيستفيد منها حوالي 25 ألف تلميذ من مختلف الأطوار. أعلن طلبة الإدارة العامة عن تنظيمهم لوقفات احتجاجية بالتزامن مع الدخول الجامعي المقبل، وهذا بعد قرار توقيف تخصصهم. وحسب بيان للطلبة فإن هذه الحركة جاءت ردا على القرار مطالبين بإيجاد حل لوضعيتهم والاعتراف بهم. وطالب المعنيون من أصحاب تخصص إدارة عامة المتخرجين في دفعة 2017 بملاقاة الأمين العام للوزارة لإيجاد حل لوضعيتهم في أسرع وقت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.